شارك الممثل المغربي محمد شوبي مع متابعي حسابه عبر موقع الفيسبوك تدوينة دعا من خلالها لصديقه الفنان المغربي مصطفى الزعري بالشفاء. وعبر الشوبي عن مدى اشتياقه لصديقه متمنيا له هزيمة مرض السرطان واسترجاع صحته وكذا العودة للمجال الفني، وكتب: باسم الشافي المعافي، تسترجع صحتك ونشاطك الفني وتهزم المرض. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما، طهور بإذن الله. توحشناك أيها الفنان المحترم الأستاذ مصطفى الزعري. وجدير بالذكر أن مصطفى الزعري كان قد أعلن إصابته بالسرطان قبل فترة عبر مجموعة من الخرجات الإعلامية، كما ناشد الجماهير المغربية بالدعاء له.